مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق موضوع كريم اللي تقتل حوالي شهرين. مشاهدينا الكرام، أول ظهور الأب ديال كريم وحنا على جد مقربة من المحكمة اللي هرب منها الجاني. تبعوا معايا سي محمد، هنا فين وقعت الواقعة، هنا فين هرب الجاني، يتقدم عند السيد قاضي التحقيق، شنو اللي وقع؟ وصافي حنا جينا الدوسي غادي ندخلو المحامي، قالنا المحامي ما كاينش ما خلوناش ندخلو. تمين غادي اللي لقاتنا المرا قالت لنا راه واحد من المشاجين هرب، راه واحد من المشاجين هرب. حنا ما تقنياش، قلت له منين بغى يخرج؟ منين بغى يزهق؟ صافي صدمنا صدمنا صافي، عرفتو هو اللي هرب. صافي عرفتو هو، هو عنده فيت منه، كان بغي يهرب شي مره كما قلت. ايه بغى يهرب من السبيطار، ضرب يدو دار بيا السباب، بغى يهرب لهم من السبيطار وشلا حباس. عارف اش يدير هو؟ عارف قبل من التصوير قلتي لي قبل كان كيصيفط تهديدات، كيقول انا غادي نقتل ناس اخرين وغادي. كيفاش بغى يقتل واحد الدري اخر وواحد الدريه بنت عمي نيت؟ هو تا هو راه ولد عمي، راه ولد عمي تا هو، وبغى يقتل الدريه تا هي ويقتل واحد خاين اخر، بغى يقتلهم. قال لي ما هذول اللي باقي ليا هما اللي غادي نقتل. ما عندكم حتى شي جواب على الطريقه ديال الهروب، كيفاش هرب؟ والو، حنا ما عندنا عداوه معاهم، ما عندنا حتى شي حاجه. لا تندوي على الهروب ديالو. الطريقه هي اللي ما تفهمتش لينا، حنا في المحكمه هرم من المحكمه، هي اللي ما تفهمتش لينا. المحكمه السجن فيه عداد، والمحكمة كيجيو لها عداد، وما عمر شي واحد زهق منها حتى لهذا شي خطة الله أعلم. الله يفرج عليك يا ربي. مشاهدينا الكرام، نتنوي الرأي العام أكثر في الموضوع احتراما لعدد المتتبعين اللي ما تبعوش الفيديو الأول والثاني. موضوع كريم تقتل حوالي شهرين، السبب نقاش بسيط في مقهى مع اللي هو من العائلة وتتعتبر أقرب الناس ليه. مشاهدينا الكرام، الطريقة اللي قتل بها كريم طريقة غريبة، كان فيها شيئا ما حسب تصريح العائلة نوع من سبق الإصرار والترصد. انتقم في الأخير بعد أربعة أيام، مجهود كبير داروا رجال الدرك اعتقلوه. مشاهدينا الكرام، الأطوار ديال الجلسات بدا عن السيد قاضي التحقيق في إطار استنطاق تفصيلي لأنه ملف جنائي، إلا أن الجاني له رأي آخر، هرب من المحكمة. غادي نشوف كذلك معطيات مع الأم اللي تناولت معها القضية في الأول، وكما قلت في السابق احتراما الرأي العام باش يفهموا القصة كيفاش. هذه هي المحكمة، من هنا هرب. هذه هي المحكمة، هذاك هو الباب اللي مشيت منه أنا، الباب اللي من لهيه هبط. الوقت ما هبط كتلقاني المرأة كتقول لي ودي شي راه الراجل راه هرب، راه مسجون راه هرب. هما كيقولوا لي ما كاينش هاد الهضرة، ما يمكنش تكون. حتى ملي تيقنوا وعرفوا راسهم شنو كاين، انا كنسول كنقول لهم راه يمكن هو اللي قاتل ولدي، وانا حسيت بانه هو اللي غادي يهرب. شنو قالوا لي؟ انا اللي كنغاوت، انا اللي كنغاوت الراسي كنغاوت، كنقول هذاك راه هو اللي قتل ولدي، راه ما يمكنش شي واحد خرج مسجون وغادي يهرب. هو عارف عنده حبس طويل، وعارف معترف، والشهود شاهدين، وعارف الشهود داخلين معاه. من تما منين هرب؟ الله اعلم شنو داروا معاه، واش قال لهم غنبول، واش كيفاش دار. واخا كاع يكون غادي يمشي له حلمه ولا شي حاجه، خاصو يكون مونط. هو جابوه الناس ديال السجن، جابوه سلموه لهادو اللي هنا لداخل، يعني ملي تسلم لداخل لا علاقه بالاخرين، ياك ولا لا؟ راه خاص هادو اللي هنا هما اللي يديروا الخدمه ديالتهم، اما هادوك سلموه لهادو ونبينا عليه السلام، هادوك راه سلموه. نتمنوا تعالى يا ربي تشد في اقرب وقت وتكمل الاجراءات يا ربي. وكنتمنى، انا كنتمنى الله يجازيهم بخير، والله يخلي لهم وليداتهم ووالديهم اعز حاجه. راه ما انا راه ما نسمحش في ولدي، وانا بغيت المجرم يتشد في اقرب وقت، بغيت المجهود يدار اكثر من هذا الجهد اللي محكمات استئناف وخرج منها شمكار ما نتقبلهاش. خاص يخرجوا منا الرجال القرايديه، ما يخرجش منا شمكار يهرب ويديرها بالناس اللي كاين اللي يدير خمسات النجمات، كاين اللي يدير كله ودير على قده وعلى قد قرايته. يا ربي تفرج عليكم يا ربي. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، كما تبعتوا معنا نحن في عين المكان، هنا وقعت الواقعه يوم التقديم ديالو، اختفى على الانظار، هرب. سبب اسباب والمسببات
هناك ذوي الاختصاص في إطار بحث عميق في الموضوع. مشاهدينا الكرام، نحن نتبع هذه القضية وسوف نوفيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات قضية كريم اللي تقتل شهرين الجاني. رجال الدرك داروا مجهود، اعتقلوه طبيعة الحال، النيابة العامة عطت أمر بالاعتقال ديالو وتوضع في السجن، جاء التقديم عند السيد قاضي التحقيق في إطار 60 طاق تفصيلي، ثم بدات الحيلة ديالو اللي قدر، ما هي الطرق اللي قدر يخرج منها من المحكمة ويهرب. مشاهدينا الكرام، المرجو من جميع السلطات وذوي الاختصاص في هذا الموضوع البحث بدقة من أجل أنه يتم الاعتقال ديالو وتكمل الإجراءات، لأنه العائلة تخاف من بعض التهديدات تيوصل لهم هذه الرسائل. مشاهدينا الكرام، نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد فيما يخص حيثيات القضية. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.